السلام عليكم. لسه فاكر اتصل بيا يا خديجة؟ وهو مين فينا اللي زعلان عشان يتصل بالتاني؟ طبعا عيشة مالهاش ذنب، بس أنا كمان ماليش ذنب. كم مرة حذرتك من حبك المريض لأخوكي؟ مش راجع يا خديجة، حتى لو هبات في الشارع. وبعدين أصلا الكلام ما ينفعش في التليفون، لو عايز تقابليني تعالي قابليني. ولا لازم تاخدي إذن من أخوك عشان تيجي تقابلي جوزك؟ دي عينة من التعليقات اللي مكتوبة على صورتك معايا. معقولة الألفاظ دي تطلع من ناس مسلمة؟ مش مهم الديانة، المهم إن دول مش بشر. ما هو أصل ما فيش في الدنيا حاجة تقول إن بني آدمين يتحولوا لسفاحين لمجرد إنك مختلف معاهم في الرأي. سيبك من كل ده، أنا لا يمكن يأثر فيا أي تأثير ولا يحرك شعرة بإحساسي بيكي. عارف زي ما هو مش ممكن يهزني أنا كمان، ما هو أنا برضو ياما اتشتمت واتبهدلت قبل كده. يبقى تعملي زي تفتحيش الصفحات دي خالص ولا تقري التعليقات السخيفة اللي هما كاتبينها. لو عليا كنت عملت كده، بس أنا حبيت يعني إن احنا نقراها مع بعض. هو برضو تعرف من واحنا على البر انت داخل على ايه؟ كلمت مامتك؟ هن عليك يا حسن. اولا بلاش عاطي، احنا في مكان عام وانا بقيت معروف دلوقتي. وبعدين مين اللي هنا على التاني؟ انا اللي طردت من بيتكم واتزليت. حسن هو حد قال لك امشي؟ انت اللي مشيت. وانت كنت عايزين استنى لما حد يقول لي امشي؟ طب خلينا في اللي جاي. أنا طلبت منك أنت وعيشة تيجي تقعدوا معايا، بس أنت مرضتيش وده حقي عليكي. نيجي نقعد معاك فين؟ في شقة المغربلين عند جارتك؟ أنا مش قاعد في شقة المغربلين. أمال قاعد فين؟ أوتيل كده على قدي. يعني أنت عايزني نيجي نقعد معاك في الأوتيل؟ لا، هوضب لك شقة تلاقي بيكي وتيجي تقعدي معايا أنت وعيشة. هتيجي تقعد معانا لغاية لما الشقة تخلص؟ لا يا خديجة، أنا ويوسف مفيش أي مكان ممكن يجمعنا تاني، ولا بيت ولا قناة. يا يوسف ماما مش رافضاه، هي بس شايفة ان الوقت مش مناسب. ما ينفعش تبقى بتحارب في اكتر من جبهة. ارتباطي بيكي هو اللي هيخليني اقدر على الحرب دي. طب ما انا جنبك اهو بحبك، يبقى ايه اللي يخلينا نستعجل بقى؟ مفيش حاجة، خلاص نستنى على موضوع الارتباط الرسمي لحد ما انت تستقر في القناة اللي انت فيها وكل واحد فينا يحل مشاكله. انت شايفة كده؟ لو علي انا مش عايزة اسيبك لحظة. شايف الميك اب اللي انا حاطاه في وشي؟ مال عمري ما فكرت وانا بحطه على وشي لايق عليا ولا لا غير لما عرفته. حتى الفستان اللي انا لابساه، عارف امي ياما اتخانقت معايا بسببه وبسبب غيره تانيين مرميين في الدولاب. بتقعد طول الوقت تتريق عليا وتقولي انت من كتر ما لبستي جينزات بقيتي شبه الولاد. بس وانا معاك ببقى حاسه ان انا احلى واحده في البنات كلهم، وده احساس عمري ما حسيته قبل كده، وعشان كده مش مستعده اتخلى عنه. أنا مش زعلان منك يا خديجة، ده جوزك وحقك تروحي له وتشوفيه. بس أنا لما كنت بقولك ما تكلميهوش كنت شايف إن ده من مصلحتك. حاولت أقول له يرجع بس هو ما رضاش يرجع علشان يعني. طب إيه رأيك بقى إن أنا مستعد إن أنا أروح له وطيب خاطره وأبوس دماغه كمان؟ بجد يا يوسف؟ بجد يا حبيبتي، أنت عارفة إن أنا أعمل لك أي حاجة. بس زي ما انا متاكد ان انت خديجه اختي، انا برضو متاكد ان حسن مش هيرجع. ليه؟ حسن بقى واحد تاني خالص يا خديجه. قولي لي، هو قال لك تروحوا تعيشوا معاه؟ اه، قال انه هيتجنن ان انا وهو وعيشه نتلم مع بعض من تاني. وانت عايزه تروحي؟ لو مش هتزعل. انا عمري ما زعل وانت مبسوطه. بس هو قال انه مستني لما يوضب شقه عشان تليق بينا. وهو قاعد فين دلوقتي؟ مغربلين ولا ايه؟ لا، قاعد في اوتيل. اوتيل ايه؟ مش عارف، مسألتوش. طيب هبجيب لك عنوانه عشان لو حبيت تزوري. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. اتاخرت قوي في الامور ومش هخلص من خديجة. طب ما تقولي لها. اقول لها ايه؟ انت اتجننت؟ عادي، ما يوسف حبه فنانه، انت كمان اتجوزتي فنانه وحبيتيه، خايفه من ايه يعني؟ ولا حاجه. طب مش هتوصليني؟ اركب يا تيمور، هوصلك في سكتي. يا اما خديجه مش هتدخلني البيت. وبعدين انت خايفة قوي من خديجة كده ومش خايفة من الأستاذ يوسف؟ يوسف عنده هوا النهاردة وهيتأخر برا. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا متعود قبل كل حلقة بقدمها أكون محضر لها كويس، من خلال أبحاث
ومراجع ودخول على المواقع، لكن الحلقة دي أنا ما حضرتش حاجة فيها خالص، وقررت إن هي تبقى من قلب لقلبكم. هقول كل اللي جوايا بصدق، وإذا كنت صادق بجد الصدق ده هيوصل لكم. هتكلم عن أجمل كلمة في الكون، عن الحب. تتصوروا؟ الله محبة، والحب يعني الوفاء للي بتحبه، تحب ربنا، تدافع عن كل اللي بيأمرك بيه، تحب الوطن، تضحي بنفسك علشانه، وتحب اللي هتبقى شريكة حياتك، تشوف الدنيا بعينها وتستغنى عن الدنيا كلها بيها. وأكيد كتير منكم تابعوا الصور اللي صورها لي إنسان بلا ضمير، وصورها لي مع إنسانة هي أجمل ما في الكون، وهي بالنسبة لي مفهوم المرأة التي يجب أن تكون عليها. والغريب إن الصور دي نزلت على مواقع بتسمي نفسها مواقع إسلامية، وحاشا لله أن تمت هذه المواقع بالإسلام بصلة، فالإسلام وضوح ونزاهة وشرف، مش خسة وتشهير. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يخطب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم. وإيه اللي بيقوله يوسف ده؟ ماله يا عمي؟ ماله؟ ده كلام يقوله داعية محترم؟ ده شغل مراهقين. إيه اللي يوسف قاله غلط؟ يوسف اتكلم عن الحب بمنتهى الاحترام، واتكلم عن الإنسان اللي بيحبها بشجاعة نادرة صعب تلاقيها غير في داعية محترم، عارف دينه كويس وبيقدر المرأة زي الإسلام الحقيقي. ما بيقول لما أنت عاجبك كده ليه كسبتيه لما جه هو واخته؟ ده موضوع، والموضوع اللي احنا فيه النهاردة ده حاجة تانية خالص. يوسف لما جاي يتقدم لي ما كانش بيحب، كان جاي يخطب بنت أخو شيخه وأستاذه اللي بيحبه، ما كانش جاي الآيات. انت ايه اللي فكرك بالكلام ده حاج؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. الله، هو مش عارف هو واقف قصاد مين؟ واقف قصاد تخلف وجهل وناس بتشوه صحيح الدين. ما هو كده مش هيسيبوه. ولكنهم ليس شيوخا، فالشيوخ الذي نعرفهم عفيف اللسان، لا تخرج من أفواههم ألفاظ لا يستخدمها إلا السوق في أماكن لا يدخلها الشرطة. السلام عليكم. أنا عارف إن اللي ملكت قلبي بتتفرج عليا دلوقتي، لأني لا أخجل من الحب ولا من العواطف ولا من المشاعر المحترمة. عايز أقولها من خلال برنامجي والقناة اللي أنا فيها إني أحارب الدنيا كلها علشانك، ومش هيفرق معايا خالص أي محاولة تبعدني عنك، ولأن الحب هو أجمل إحساس خلقه ربنا في البني آدم، أنا بعلنها قصاد العالم كله، بحبك. هي عربيته نوعها ايه؟ وانت هتعرف نوع عربيته ليه؟ ما انت عارفه هو شخصيا. على رأيك هو دلوقتي هيظهر.